السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم معي في حصة جديدة من حصص مادة الرياضيات. اليوم إن شاء الله غادي نبداو أول درس في الرياضيات مستوى جذع مشترك علمي مسلك دوري. ألوغ إن شاء الله غادي نحاول الشرح يكون في فيديو فرنسية عربية باش تو الموند كومبخان سكو جيكسبليك، داكوغ؟ ألوغ إن شاء الله غادي نبداو بروميير شابيتر، دونك سي لونسون دي زونتيناتور ال ان اي لونسيون دو باز اون اريتميتيك. ألوغ بروميير شوز ا كونيتر دون سو شابيتر سي كوا؟ دونك سي فوالا لونسون دي نومبر انتي naturel. Parfois on dit seulement l'ensemble des entiers naturels. C'est quoi l'ensemble des nombres entiers naturels? Voilà, dans l'arabie, c'est un boulot. مجموعات الأعداد الصحيحة الطبيعية. مجموعات الأعداد الصحيحة الطبيعية. اللي تنقصد بها الأعداد 0, 1, 2, 3, 4, 5 إلى غير ذلك. دونك هي واحد المجموعة اللي هي غير محدودة، أصغر عنصر فيها هو صفر وأكبر عدد غير معروف، يعني غير منتهية المجموعة هادي. هاد المجموعة هادي هاد الأعداد كلهم تنعطيهم واحد التسمية الله يرضي عليكم اللي هي الكتابة هادي. نقولو ناتيورال تناخدو هداك الحرف ان. هاد الأعداد كلهم أعداد طبيعية ناتيورال، دونك شي علاش خدينا بخوميييغ لاتر لي هو ان. دونك شوف هاد ان كي داير هنا، كندير واحد البلاط ناقل على هاد النوطاسيون هادي، داكوغ؟ دونك هاد المجموعة هادي تنسموها لونسون دي نومبر اونتي ناتورال، اللي هي شناهي قلنا؟ غادي نكتبوها بهاد الشكل هذا، أول عنصر ولا أصغر عنصر هو صفر، العنصر اللي غادي يتبعو واحد، جوج، تلاتة، نديرو نقط، كاين مجموعة ديال الأعداد اللي كاينة في هاد المجموعة، لأن كيفما قلنا مجموعة غير منتهية، يعني با n'est pas fini, donc c'est un ensemble infini, d'accord? Donc, par la suite, donc, on va voir une mesure autre, on va voir l'ensemble du nombre entier naturel non nul, non nul. يعني مجموعات الاعداد الصحيحه الطبيعيه الغير منعدمه. يعني هذه المجموعه هذه تنرمزوا لها بواحد الرمز على هذا الشكل، تناخذوا هذا الحرف هذا اللي هو ان كوغ، وتنديروا واحد الاطوال هنا الفوق. هذه المجموعه هذه شنو هي الله يرضي عليك؟ هي جميع الاعداد الصحيحه الطبيعيه تو لي نومبر اونتي ناتورال سوف زيرو كي نو سون با نول، دونك الاعداد اللي هي غير منعدمة، نول صافيغ منعدم، نو نول غير منعدم. يعني شناهي الأعداد الصحة الطبيعية الغير منعدمة؟ راه هي الأعداد كلها اللي كاينة في ان نحيدو منها غير زيرو، يعني في هاد الحالة غادي يولي أصغر عنصر غادي يكون هو واحد، والأعداد اللي تابعة واحد كلها، واحد، جوج، ثلاثة، فوالا إكسيتيرا، داكوغ؟ دونك شنو الفرق؟ لا ديفيرونس أونتر ان إي ان إتوال، سي كو ان إذا جينا نشوفو راه هي ان إتوال زايد صفر، يعني إلا خدينا كاع لي نومبغ لي كاين في ان إتوال وضفنا ليهم صفر، دونك غادي تولي تيشكلو ليا لونسومبل ان، داكوغ؟ أو بعبارة أخرى ان إتوال شناهي؟ هي كاع لي نومبغ أونتي ناتورال سوف زيرو، صافا دير ان بخيفي دو زيرو، أون بو دير كو ان إتوال سي ان بخيفي دو زيرو، أو بيان أون بو دونك إكخيغ كوم سا. Sous forme d'une remarque, n, l'ensemble n, c'est quoi? Ou bien n étoile, c'est quoi? C'est l'ensemble n prévu de 0. Prévu de 0, pardon, du rabat de chocolat. Il m'a dit moins de chocolat. Au moins, il y a moins de chocolat. Il y a un chat de chocolat. Allez, je vais écrire O. ان اطوال قدروا هاد الكتابة هادي تلقاوها مكتوبة هاك في بعض الكتب، ان موان بخيفي دو زيرو، ان اطوال سي ان بخيفي دو زيرو، يعني كاع الاعداد ما عدا اعداد صحيحة طبيعية ما عدا صفر، داكوغ؟ الوغ اون ا دو زونسومبل دونك ا روتينيغ، لونسومبل ان فوالا دونك
هي هاد المجموعه هادي اللي فيها 0 1 2 3 ان اتوال، هي هاد المجموعه هادي. الحاجه اللي ما كايناش في ان اتوال وكاينه في ان راه هو 0. يعني اون فوا نشوف اتوال صافي دير 0 راه ما كاينش. داكور تري بيان. بعد سويت شنو غادي نديرو هنايا؟ غادي نشوفو واحد او ندير واحد التذكير ب بهاد النوسيون هادي. ديجا شفتو شحال هادي multiple d'un nombre naturel, d'un entier naturel, d'un entier naturel. Enfin, donc il a à savoir un x ou un entier naturel. Voilà. قبل ما نكتبو هنا ديفينيسيون، ديفينيسيون لي ملتيبل دان اونتي ناتورال اكس سيكري بيان سيكريف sous la forme مضاعفات ملتيبل هو مضاعف، مضاعف واحد العدد صحيح طبيعي، مضاعفات عدد صحيح طبيعي اكس تكتب على الشكل ماذا؟ تتكتب ديما على هاد الشكل هذا، كتبوا بلون مغاير، واحد العدد ك اللي هو عدد صحيح طبيعي مضروب في هاد اكس، هاد البوانت الثاني multiplication multiplié par k multiplié par x k مضروبة في x avec voilà ou bien tel que هاد k هذا c'est un entier naturel يعني k appartient à n تنكتب هاد الكتابة هادي تتعني k appartient à n d'accord par exemple هنايا 2 appartient à n 3 تنتمي لn عربية تنقولو تنتمي فرنسية تنقولو أبارتيان داكوغ ملي تيكون شي عنصر كيمشي لمجموعة هداك العنصر فهو ينتمي لهاديك المجموعة بحال هنا مثلا هنايا زيرو نابارتيان با أ أن إتوال و نابارتيان با كيفاش نكتبها تنكتبها بعد رمزات زيرو نابارتيان با أن إتوال شنو تتعني هاد أنا صفر لا ينتمي لأن إتوال يعني صفر مكاينش في هاد المجموعة هادشي شفناه في التعريف ديال أن إتوال يعني زيرو راه مكاينش هنايا داكوغ très bien donc ben d'abord je vais vous montrer des exemples maintenant par exemple quelques exemples d'accord donc maintenant 10 exemples alors maintenant les multiples t'as besoin d'une bête qui tient maintenant les multiples de 3 donc les multiples de 3 quelques sont bête jusqu'à là dedans je n'ai pas les multiples de 3 qui va choisir ce que tu vois, ce que tu vois là, je crée k 3k d'accord 3k maintenant pardon que tu vois kx ou là si on dit vil ahsan alors tu te passes là vil ahsan gare chum dire pardon dire x xk d'accord tu vois ahsan et là par là là mouta à faire dire que tu as dit que c'est bien chacun 3k d'accord شنو نبدا بالمضاعفات ديال 3 تنشد هذيك 3 وتنضربها في الاعداد الصحه الطبيعيه كلها 3 في 0 شحال 0 3 في 1 شحال 3 3 في 2 شحال 6 3 في 3 9 3 في 4 نبقى غادي مضاعفات غير منتهيه يعني كاين بزاف ديال المضاعفات ديال 3 دونك الطريقه ديال تحليل المضاعفات سهله تنشد غير هذا العدد وتنضربه في الاعداد الصحه الطبيعيه كلها تنبدا ب 0 ونبقى غادي داكوغ وما عندناش مشكل في تحليل مضاعفات عدد مزيان هنا نقدر نعطي واحد واحد الخاصية مهمة بروبريتي فوالا دونك شنو هي البروبريتي اللي غادي نعطي اكس نقدر نكتبها هنايا ولا هنا صافي اكس
est multiple de y signifie que x multiple de y signifie que un x s'écrit comme ça. X égale à واحد عدد صحيح طبيعي k مضروب في y avec k appartient à l'ensemble R. كنقول واحد عدد مضاعف واحد عدد. يعني هنا العدد تيتكتب على شكل عدد صحيح طبيعي مضروب في هذا. هاد بروبريتي اللي تري امبورطون غادي نشوفو كيفاش تلقاوها بزاف في التمارين. دونك مهمة هاد بروبريتي خصنا نعقلو عليها. نعطي واحد اكزومبل مثلا 35 اي ملتيب de 7 car 35 égale à quoi? Égale à 7 bien égale à 5 fois 7 donc كاين واحد العدد صحيح طبيعي اللي الا ضربنا في 7 غادي يعطينا 33 داكوغ تخي بيان هنا نمشي واحد ندير واحد ليكزارسيس اللي هو ابليكاسيون سورتو لهاد البروبريتي هادي ليكزارسيس 1 تخي بيان هنا غادي ندخلو شويه في التمارين اللي فيها شويه الخدمه دونك اول كيستيون انا ممكن نعطي دوني les multiples de 4 qui sont inférieurs à 30. D'accord? Deuxième question, montrer que le nombre 5 à la puissance 1 plus 2 moins 5 à la puissance 1 voilà, on peut dire en arrière 5 à la puissance d'accord voilà et multiple de 2. Troisième question. Montrer que le nom Porto N appartient à N. Ça veut dire Porto N Porto à l'entier naturel N. D'accord? Je vais prendre N. Je vais prendre N. Les entiers naturels, d'accord? Montrer que le nombre, voilà donc je peux écrire 4 fois 3 à la puissance 1 plus 2 plus 3 à la puissance 1. Voilà. Et multiple de 7. D'accord? On va répondre. Réponse ou bien solution. Donc, première question. Première question, elle est très facile. Fiage mon chéri. On a reçu les multiples. Voilà. S, N, 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 d'accord? Les multiples de 4. Alors, on a les badges que là-dedans. On va prendre 4, on va prendre 4 adèles. 4 fois 0, donc c'est 0. 4 fois 1, donc c'est 4. 4 fois 2, donc c'est 8. 4 fois 3, c'est 12. 4 fois 4, donc c'est 16. 4 fois 5, c'est 20. Fois 6, donc c'est 24. Fois 7, donc 4 fois 7, c'est 28. 4 fois 8, c'est 32. On veut seulement, rien à rien, donc le multiple sera inférieur, sera 30. Hadi, 28, on va le faire. D'abord, on va mettre le multiple
مضاعفات ديال 4 اللي هي صغر من 30. جونت على الكيستيون. اون باس على دوزيام كيستيون. شنو عندنا هنا في دوزيام كيستيون؟ مونتخي كو بين ان العدد اللي هو التعبير كولو سمينا عدد اي ملتيبل دو 2، يعني نبينو ان التعبير هو مضاعف ل 2 مهما يكون ان ينتمي الى المجموعه ان. وكيفاش غادي نبين ان التعبير هو مضاعف لجوج؟ عندنا قاعده. شنو تعني ان اكس ملتيبل دو ايكغيك؟ تعني ان اكس خصني نلقى تيتكتب على شكل واحد عدد صحي طبيعي مضروب في ايكغيك، داكوغ؟ اولا ايكغيك في كار بحال. اذا انا شنو خصني ندير؟ الا قدرت نلقى ان التعبير كيساوي واحد عدد صحي طبيعي مضروب في جوج، جاوبت على السؤال. اذا الفكره شنو هي؟ كنطالق من هذا التعبير، دونك كنجي نبين كنطالق من هذا المضاعف ديال جوج، هذا التعبير خمسة فوالا اون مونتخ كو 5 à la puissance 1 plus 1 moins 5 à la puissance 1 et multiple de 2. Donc on commence. Donc maintenant, 5 à la puissance 1 plus 1 moins 5 à la puissance 1. Donc à la machine. هذا الكتاب اللي نرجع على هذا الشكل، يعني باش نكتب هذا المضاعف تساوي عدد مضروب في إكغيك. هنا شنو عندنا؟ عندنا واحد جودة، يعني عندنا دو فاكتور. دونك أنا باش نبين أن هذا التعبير أو هذا العدد هو مضاعف في إثنان، خصني نبين أن هذا التعبير كيساوي جوج في شي حاجة، يعني يكون عندنا ملتيبليكاسيون جودة، وبالتالي هنايا عندي هنا فرق. هنا دونك هذا الفرق باش نحول جودة، فاش خصني نفكر؟ خصني نفكر في التعميم لا فاكتوريزاسيون. ألوغ إيسي جو دوا فاكتوريزي، خصني ضروري نعمل. باش غادي نعمل هنا؟ هنا كاين اللي ما غاديش يبان لي التعميل، لأنه مدي على هذاك التعميل ديال الإعدادي. هنا غادي الله يرضى عليكم تردوا البال بحال هاد الأمور هادي، وتبداو تعودوا على بحال هاد الشيء. هنا بغيت نعمل هنا شنو ندير؟ هاد 5 على بويسونس ان بلس 1 نقدر نكتبها هاك هي 5 على بويسونس 1 في 5 على بويسونس 1، 5 أس 1 في 5 أس 1. إذا ضربنا قوتين عندهم نفس الأساس نحطها في الأساس ونجمع أسين نرجعو فين كنا، هكا ناقص 5 على بويسونس 1 غادي نخليها. دابا قلنا تيبان لي عامل مشترك راه هو 5 على بويسونس 1، غادي نعملو بيه. هنا قبل من 5 على بويسونس 1 راه بحال عندنا 1 في 5 على بويسونس 1، دونك ملي نعمل ب 5 على بويسونس 1 شنو يبقى ليا؟ هنا تبقى ليا 5، وهنا شنو يكون هنا؟ راه بحال عندنا 1 هنا في هاد البلاصة. والعامل المشترك هو 5 على بويسونس 1. تقدر تبدا بيه، تقدر تخليه هو الاخر، ماشي مشكل. من بعد شنو ندير؟ 5 موان 2 دونك سي كوا؟ دونك سي باردون 5 موان 1 دونك سي 4، 4 فوا 5 على بويسونس ان. انا شنو خصني نبين؟ خصني نبين ان التعبير كيساوي جوج في واحد عدد صحي طبيعي. هنا ما تبانش ليا جوج، ولكن ممكن نخرج جوج من هنا. 4 شنو هي؟ راه هي جوج في جوج. دونك شنو غنجي ندير هنا؟ غنجي نكتب هادي هاك 2 في 2 في 5 على بويسونس ان، وغادي نشد هادشي كامل غادي نسميه 4. شنو يولي عندي دابا؟ غنجي نكتب هنا 2 فوا 4، و 2 فوا 4 هي 2 4. ونجي نكتب هنا افيك كار. شنو هي في هاد الحالة؟ كار هي هادشي اللي أثرت هنايا، هي 2 في 5 أس ان. ونتأكدوا أن هاد التعبير واش فعلا عدد صحيح طبيعي. هنا شنو قلت هنايا؟ هاد كار خصو يكون عدد صحيح طبيعي. إذا هنايا شنو عندي؟ جوج راه عدد صحيح طبيعي، خمسة عدد صحيح طبيعي. إلا رفعتي أس أي عدد النتيجة تبقى تا هي، غتبقى سيت أن أنتي ناتوريل. دونك أنتي ناتوريل فوا أنتي ناتوريل يبقى سيت أن أنتي ناتوريل. دونك نجي نكتب هنا أبارتيان أن، سافيدير أن هاد كان هي هادشي راه تنتمي لأن. إذا بليسكو أنا كتبت هاد التعبير يساوي جوج واحد عدد صحيح طبيعي، فنجاوب تا السؤال. يمكن لي دابا نقول أن هاد ليكسبغيسيون بيان هاد نومبر سيت أن ملتيب دو دو، تنكون جاوبت على السؤال. داكوغ؟ دونك دابا شنو غنجي نكتب؟ نرجعو هنايا، دونك شنو غادي نكتب هنايا؟ ألوغ إن على بويسونس أو بيان 5
à la puissance 1 plus 1, moins 5 à la puissance 1, et multiple de 2. D'accord? Voilà. Maintenant, on va regarder les cas, on va dire que c'est 7. D'accord? Regarde, moi, je vais te dire que c'est ça. غير انا بغيتكم تعرفوا واحد الحاله اللي هي في الغالب هي تلقاوها في امتحان وانا ملي تتعمل تطيح ديريكت في هذاك العدد بحال هنايا انا بغيت انا تبان لي جوج هنا ما بانش لي جوج من بعد فكرت اربعه نفكي كان اللي بانت لي جوج بارفوا غير تتعمل تطيح في هذاك الشيء اللي بغيت ندير باغ اكزومبل مثلا 35 هنايا بينو ان تعبير هو مضاعف ل 35 دونك دو ميم فاصون غادي نبداو عاوتاني بنفس الشيء ناخذ هذا التعبير ندير لي التعميل 4 أس 4 في 3 أس أن زائد جوج ناقص 3 أس أن هذا من الأسئلة اللي ديما تيتحطوا في الفرد الأول كونترول الأول ديما تيكون عندنا هاد السؤالات ضروري ميمكنش يتعطى كونترول ميتعطاكش هاد السؤال هو سهل دونك شنو غادي ندير أنا هنا خصني نمشي لهاد التعبير ندير لي التعميل ونلقى تيساوي ماذا 35 في شي تعبير آخر اللي هو هذاك التعبير غادي يكون هو ك اللي هو عدد صحيح طبيعي دونك أنا باش غادي نعمل هنا كاين عندي واحد القوتين في الغالب هنا تنعملو بدي بويسونس قوة هنا عندي 3 أس أن هنا 3 أس أن زائد جوج دونك هادي غنحاول نفكك هاد القوة هادي كندير لها هي 4 في 3 أس أن في 3 أس 2 3 أس أن في 3 أس 2 راه هي 3 أس أن زائد 2 قواعد ديال القوة ناقص 3 أس أن فين هو العامل المشترك ها هو العامل المشترك هو 3 أس أن غنعملو بيه شنو غيبقى ليا هنا في هاد البلاصة كولا غتبقى 4 مضروبة في 3 أس 2 مضروبة تبادلي دونك هاهي 4 في 3 أس 2 ناقص ماذا هنا شنو غيبقى ليا هنا العامل في 3 أس 2 غيبقى ليا هنا بحال عندنا واحد هادشي كامل عامل في 3 أس أن 3 أس 2 شحال هي 3 في 3 9 9 في 4 36 36 ناقص واحد هي 35 هاهي خرجت لي 35 هنا راه عندنا الضرب نقدر كاع نبينو في 3 أس أن دونك شنو اللي تيبان ليا هاد التعبير هذا كيساوي 35 في واحد 3 أس أن نقدر نعتبرها هي ك 35 في ك 35 في ك راه هي ك نجي نكتب هنايا افيك بيان تيل كو ك شنو هي في هاد الحالة ك راه هي وضعنا 3 أس أن وضعنا راه هي ك وكيدير هاد العدد عدد صحيح طبيعي طرف أس واحد عدد صحيح طبيعي النتيجة تكون عبارة عن عدد صحيح طبيعي سيتا مونتي ناتشورال دونك ندير أبارتيان أن ضروري هاد جيستيفيكاسيون تزيد داكوغ دابا شنو بينت بينت أن هاد التعبير سيتا ميتيب باردون بارا بغيت نبين أن هاد التعبير هو مضاعف في 35 دونك أنا خليت هاد التعبير كيساوي 35 في سبعين كيساوي 35 في واحد سيغتان أونتي ناتورال اللي هو ك هنا في هاد الحالة هنا طبعا اللي بين تا التعبير كيساوي 35 في ك دونك راني جاوب تاع السؤال ألوغ شنو نجي نكتب هنا ألوغ 4 فوا 3 على بويسونس 1 بلوس 2 موان 3 على بويسونس 1 إي ميتيب دو كوا إي ميتيب دو 35 Alors, comme vous voyez, donc c'est facile de répondre à ces questions. Surtout, question 2 et 3. Question 2 et 3, tu as beaucoup fait le forum de la house. Donc, Inch'Allah, on va essayer de parler de ce qui est sur les thèmes. Voilà, surtout dans les groupes WhatsApp ou les groupes Facebook, Inch'Allah. هنا الله عليكم انتهت حصة اليوم انتهت الفيديو على أساس نتلاقاو في فيديو مقبل إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته